مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم. شركة الخطوط الجوية الليبية حاملة شعار الدولة. اليوم الخطوط الجوية الليبية تعلن عن انطلاق اول رحلة عمرة في هذا الموسم وفي هذا العام. اليوم كاميرا ليبيا رسمية موجودة مع الخطوط الجوية الليبية من داخل مطار لبرق. مطار لبرق تعرفين انه هو المنفس الوحيد حاليا لشركة الطيران، ونحن اليوم بكاميرا ليبيا الرسمية قاعدين معهم لكي نوثق كل ما حيصير اليوم في رحلة العمرة. حناخذ كلمات من معتمريننا، حناخذ كلمات من لجنة العمرة، وحنكون معاهم أول بأول عند ما يركبوا للطيارة ويتوكل بإذن الله تعالى إلى الأراضي المقدسة. الخطوط الجوية الليبية دائما موجودة وهي الشركة الأم للطيران داخل ليبيا الحبيبة. معنا مع كاميرتنا زملائي أحمد العبيدي، جمال فاسي، عبد الله شمية ومحمد شركس، ورحلة العمرة الخطوط الجوية الليبية من داخل مطار لبرق. كيف ما نشاهد مشاهدينا الكرام، احنا حاليا موجودين داخل حجرة العمليات لرحلة العمرة اللي حتطلع اليوم بإذن الله تعالى كأول رحلة في هذا العام، وشايفين الموظفين قاعدين يخدموا ما بين تجهيز أوراق السفر أو كما نقول بطاقات الصعود للمسافر، ولجنة ثانية تدير في قوائم. طبعا من اللجنة المشرفة على لجنة العمرة الحاج عبد الله الحوتي والأستاذ صلاح الفرجاني، ومعنا اليوم موجودين قلب المقابل مع الخطوط الجوية الليبية لإنجاح هذه الرحلة. صلاح نقول لك أهلا وسهلا بك. مرحبا محمد، سلم يعطيكم الصحة. سلم الله يسلم. رحلة العمرة اليوم أول رحلة فيها الموسم، والخطوط الجوية الليبية حاملة شعار الدولة. احكي لنا كيف ترتيبات وشنو العوائق اللي صارت؟ والله للآن كل الإجراءات سليمة، ما فيهاش أي عوائق، وإن شاء الله تطلع في موعدها. الحجاج فرحانين بأنها الرحلة طلعت بالفعل، وإن شاء الله خير. بالنسبة هذه هي اليوم رحلة الأولى، رحلة ثانية. نعم رحلة ثانية حتكون بعد أسبوعين بإذن الله. بالنسبة طبعاً رحلة العمرة تكون عن طريق مكاتب السياحة. بالطبع بالطبع. المواطن يقدم إجراءاته في المركز، يقدم عن طريق الوكالات السياحية، يقدموا له في التأشيرة ويجهزوا له تذاكر السفر، وإجراءات سفر عادية بالنسبة للخطوط الليبية. جماعة مطار لبرق طايمين بالواجب، ويعني بصراحة مجهود جبار اللجنة، وبرضه حتى جماعة الوكالات السياحية مش مقصرين. أنصحوا دائما الخطوط الجوية الليبية سباقة لأعمال خير. طول عمرك أن تسلم إن شاء الله. بارك. أكيد كيف ما شفنا مشاهدينا الكرام، كيف ما سمعنا كلام السيد صلاح الفرجاني بأن الخطوط الجوية الليبية طبعا هي حاملة شعار الدولة، وهي موجودة مع المعتمرين ومع الحجاج بإذن الله تعالى، وحتكون تغطيتها اليوم ما زالت مستمرة من داخل مطار لبرق ورحلة العمرة الأولى لهذا الموسم. كرام شركة الشراء للسفر والسياحة بمدينة بنغازي، وهي من ضمن الشركات اليوم اللي مساهمة بعدد كبير من المعتمرين فيها الرحلة الأولى. وحاج مريم معنا اليوم، يقول لك أهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبتين بك، الله يسلمك. حاج مريم احكي لنا على رحلة العمرة هذه الأولى لهالموسم اللي طلعت من مطار لبرق الدولي. والله هي نسأل الله التوفيق بالدرجة الأولى. هو مشكلة الأمور اللي دارينها الحكومة السعودية بخصوص الجواز الإلكتروني، ومشكلة بنغازي مازال ما فيهاش جواز الكتروني. يعني المنطقة الشرقية يعتبر معدوم جواز الكتروني. نسأل الله التوفيق. يعني هو شاط بالشغل ولازم يكون عنده جواز الكتروني. بالنسبة لأسعار العمرة السنة هذه، شنو أسعارها؟ هل المواطن يشكي منها من خلاص؟ هو ارتفاع الدولار بس، ما فيش نفس الأسعار السنوات الأولى، لكن مشكلة الدولار راقي فبيكون غالي. الخدمات اللي قدمها مكتب السياحة للمواطن، بما أن هو حاليا هم المسؤولين عن العمرة، كامل الخدمات من تأشيرة، من مواصلات، من إقامة،
طبعا على حسب شروطك انت والزبون من ناحيه مستويات، مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، كل ما يكون المستوى قريب طبعا يكون اغلى يعني. الواحد على قد فلوسه يمشي معنا. رب يعطيكم الصحه ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، اجركم حاصل باذن الله. ونسال الله التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. حناخذ اراء معتمريننا اليوم وحجازنا اللي نتمنى منهم اولا الدعوه لمدينه بنغازي. السلام عليكم. شنو حالكم طيبين؟ كويس اخبارك؟ الله يسلمك، مرحبتين بك. انت اليوم معتمر معنا؟ نعم. انت مش معنا العمره اليوم ان شاء الله؟ انت عارف اللي حضرتك؟ محمد الشعافي. ربي يعطيك الصحه. الله يسلمك. مشتك اليوم العمره وزياره بيت الله الحرام، شنو اول شيء حتقول اول ما تشوف بيت الله؟ ندعو لله سبحانه وتعالى انه يهدي البلاد والعباد ويرحمنا ويرحم هالبلاد والعباد، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لكل مسلم زيارة الأماكن المقدسة. يا رب صلى ربي يكون أجرك بحاصم والعمرة مقبولة بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. وجدنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايش حالك طيب؟ مرحبا بك. ماشيين معنا العمرة؟ إن شاء الله. الله معك. إن شاء الله إن شاء الله. عرفنا بحضرتك. عبد العزيز مسعود الشافي. رحت العمرة السنة هذه، كيف شايف إن هي تجهيزات لها هاي السنة؟ والله هي كويسة من ناحية التجهيزات كويسة، ولكن إحنا إن فقدنا شهداء، وإن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يكونهم مصبوب من الجنة. ونحن حندعو لهم إن شاء الله في مكة بالدخول للجنة، وهم دفعوا عنا ودفعوا عن المدينة بتاعنا، ولهم كل الشهادة ولهم كل صدق لهم. ما تنسوش بنغازي وليبيا من الدعاء. بنغازي بالذات خاصة، وليبيا بصفة عامة. وبعدين شهدائنا الذين سقطوا من أجلنا وسقطوا من أجل شرفنا، اللهم ندعو لهم ليلا نهار في مكة وفي المدينة جنب الرسول. بارك الله فيك، ما شاء الله ان شاء الله يا ربي اجرك حاضر ان شاء الله. شكرا سيد. شكرا. وجدنا. السلام عليكم. مرحبتين يا سيدي. كيف حالك سيدي؟ طيب الله يبارك فيك. عوض جبريل الاوامي. حاج عوض. حاج عوض، الخدمات السياحيه السنه هذه للمعتمر هل كان سهل او صعب؟ والله بالنسبه لنا احنا جينا تبع شركه النورس هذه السياحه، والله بارك الله فيها، سهله يعني ما نوعا ما في غلاء في الاسعار شويه. لابد من الغلاء. أكيد. غلاء في الاسعار وغلاء في الدولار اللي نحن نشوفه، لابد من الغلاء. اول شيء تديره لما تشوف بيت الله الحرام؟ ندعي صلاح وطننا هو الاول. ندعي لراحة البلاد وامنها وامانها. ندعي له بالرخاء. هذا الدعاء اللي نقدمه. ندعي لمواطنينا جميعا ليبيا ان يعني ان يكونوا كلمه واحده، وندعي ان يقينا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وندعي لصلاح البلاد، وندعي للمجاهدين بالرحمه اللي كتب لهم الله الجهاد، اللي كتب لهم الله الشهاده، هو اللي عارف الله سبحانه وتعالى الشهاده لمن. حتى نقول فلان ولا نقول علان ما ينفع، لا، الله هو اللي يكتب لهم الشهاده ان شاء الله. واكثر شيء الدعاء للوطن بالرخاء، والدعاء بالطمأنينة والأمان يا رب العالمين. وأنا توا بشرني ولدي الآن وأنا قاعد على الكرسي في هذه البشارة، إن الليت الآن ضوى توا الضي كل الإنارة، فكانت بشارة كبيرة يعني لي، لأني فرحان ومشيت وهو الليت مظلم. الحمد لله. هو الليت ظلم بعد طلعتكم منه، لكن حينور بدعائكم له ودعائكم لليبيا، دعائكم لجيشنا الوطني اللي جاب ناصر. تعرف ان هذه الرحله الاولى في الشرق، يعني الجهات الشرقيه اول رحله تطلع، نظرا لامور كثيره من بينها جواز السفر الكتروني، ما تحصلوش على الشرق الا من يعني. الحمد لله الخير جاينا ان شاء الله، وحد ان شاء الله الخير جاي يعني ان شاء الله. بارك الله فيك يا حبيبي، ربي يحفظك. وفيها هذه الاذاعه الرسميه بارك الله فيها على نقلها لهذا، خاصة فوج الحجاج المبارك، وإن شاء الله ينصر الله الإسلام والمسلمين ويدعم على كلمة الحق والدين يا رب العالمين. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك يابا. سلمك ياباتي. الاسم فاطمة رجب، أم شهيد نبيل. أم شهيد. إن شاء الله ربي يكون من الشهداء. ربي يقبل عليك في الجنة يا رب إن شاء الله. ما تنساش بالدعاء وأنت ماشية بيت الله. ما ننساش بالدعاء. والله ينجيهم، والله يعليهم، والله ينصرهم على اعداهم، والله يوقف اعداهم، والله ينصر جيشنا وينصر بلادنا، وان شاء الله ديما منصوره يا رب.
والله ان شاء الله ندعو لهم في كل وقت وفي كل صلاه، ربي ينصرهم وربي ينجيهم وربي يعليهم وربي ينصرهم على اعدائهم. انا اسمي مرعيه سليمان سليمان الحسي، ام شهيد حتى له. انا ولد واحد هو استشهد في طول 17 فبراير. ان شاء الله يا ربي تلقيه في الجنه قاعد يرجع فيك وبني لك احسن بيت وخير من الدنيا واللي فيه. اتمنى ان الجيش الحمد لله تقدم وجيش ربي ينصرهم وان شاء الله ياخذوا حقنا وياخذوا دم الشهداء. اول مغادي يدعو بنصر جيشنا ونصر كل شرف. ان شاء الله ينصر جيشنا كلهم يا رب العالمين، ينصر بلادنا على عدواننا يا رب العالمين، وياخذوا حق عيالنا يا رب العالمين يا رب العالمين. مرحبتين، انا صالح حورية كاسر 8 من الجابية. يديك على بجداد يا والله. ان شاء الله باذن الله تعالى ربي يسلمكم ان شاء الله يحفظكم من البلاد، يحفظكم من ذخر البلاد يا ربي، واحفظ جيشنا. والحمد لله نحن من الجابية لعند الابرق ونحن في امان. الحمد لله للعيال مصابين كعيالنا يعني، وما شاء الله عليهم يعني، ما خفنا بكل قسما بالله. ربي يامن بلادنا ان شاء الله بدعائكم. ان شاء الله ربي انتم الاولين ان شاء الله، انتم الاولين في الدعاء، انتم عيالنا. عيالنا اللي في جدابك عيالنا اللي هنا. كلنا واحد. ليبيا كلها واحده، شرقنا وغربنا كلنا واحد. لا واحد والله، واحد الحمد لله، ونحن في منطقه واحده نعتبره. الحمد لله، ربي ينصر الجيش يا رب، يا رب ينصرهم، يا رب ينصرهم على اعدائهم يا رب. والحمد لله اللي رد لنا الامن. وربي يبارك في حفتر في الكرامه، في جيش اولادنا. حجه زاهية شنو اخبارك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله طيبين كويسين الحمد لله. لما تمشي غادي وتحق الكعبة شنو أول حاجة تقوليها؟ نقول إن شاء الله ربي ينصرنا على الناس الظالمين، اللهم انصر الحق وازهق الباطل، هذه اللي نقولها. وإن شاء الله ربي ينصركم، وإن شاء الله ربي ينصر جيشنا وينصر شرطتنا وينصر أولادنا، والميت الله يرحمه، وإن شاء الله في خلد جنات النعيم، واللي حي الله ينصره. هذه نقولها لكم. ربي يطولنا في عمرك، يا ربي عمرتك مقبول وعقبال حجه كبيره ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله ربي ينصركم وان شاء الله ربي يهنيك. احنا حوايجنا ربي يعطيك الصحه وعمرتك مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك والله يسلمك. اولا في هذه اللحظات السعيده وهذه اللحظات المباركه نحب ان نحيي اذاعه الرسميه ومحمد السركتي بالذات بما يقوم به من تفحص و نقبها على المكانات عن الأماكن التي فيها التي تحتاج إلى تطهير للرأي العام. نحن إن شاء الله احنا متجهين إلى العمرة وإن شاء الله عمرة موفقة. نحن من مكتب النورس وجميع مكاتب بنغازي معانا إن شاء الله، ومعانا مرشدنا العلاقي إن شاء الله تكون عمرة مباركة وإن شاء الله ربي يوفقنا. ونحيي طبعا ما قامت به المكاتب وما قامت به الخطوط الجوية وما قام به مطار الأبرق من خدمات رقم المعاناة. ونحيي الجميع ونسأل الله تعالى أن يوفق الليبيين إلى لصالح الأعمال، وأن ينصر جيشهم وأن يؤيدهم بنصره العزيز في أقرب وقت. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك فيك حاج ربيع. حاج علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر قناة ليبيا الرسمية على تغطية هذا الحدث، حيث من عامين انقطع الليبيين عن زيارة الأراضي المقدسة غير موسم الحج طبعا. بصفتي مندوب للشركات السياحية، ائتلاف الشركات السياحية في بنغازي، نشكر الخطوط الجوية على قيامها بمجهودها في توفير هذه الرحلة، خطوط الليبية نعم. ونحث معتمرينا عزيزنا وشيابنا المبركين بتخصيص جزء من اوقاتهم في هذه الاماكن المقدسه مكه والمدينه بالدعاء الى وطننا ليبيا بالامن والامان، ويحل فيه الامن والامان. وجزيل الله الشكر، وادعوا لنا وحتى انتم بالتوفيق وصحبتكم مجدين ان شاء الله. بارك الله فيك الله يحفظك. منصور اهلا وسهلا بك. مرحبتين بك. طبعا منصور مشيطي من منسقين رحله اليوم، بديت اقول لك شكرا لك على دعوتك لنا، ولنا شرفنا اليوم معاكم كليبيا رسمية ودعوة خاصة من حضرتك. مرحبتين بكم وبإذاعتكم الموقرة، ونشكر المجهودات اللي بذلتمون، ونحن نشكر الحجاج معتمرين المتجهين لبيت الله، ونشكر المجهودات التي أتت به شركة خطوط الليبية على هذا الإنجاز، ونشكر مطار الأبرق على الخدمات الأرضية والجوية، ونحن نشكر الإذاعة متاعكم الرسمية، ونحن ندعو من الله عز وجل انهم تسير هذه الرحلات، وان شاء الله الرحلات القادمه حيكون من الأبرق ومن مطار بنينة، وان شاء الله باذن الله نحن نشكر المعتمرين، وفي نفس الوقت نشكر مكاتب الحجز الطيران
اللي هن الشركات الائتلاف الشركات النورس والشراع والليبو والقرقري طبرق والهمسات درنا، وان شاء الله باذن الله يعني مزيد من الشركات لا ننسوا احد منهم. والحمد لله تبارك الله على الناس، شفتم تنبروحكم الناس وهالمعتمرين والفرحه باينه في وجوه الفرحه باينه في وجوه الجميع، وان شاء الله باذن الله ان يرزقنا الله بالدعاء في مكه والمدينه. ان شاء الله ما ينسوناش بالدعاء غادي، وان شاء الله ما ينسوكمش بالدعاء، وان شاء الله يا رب الفرحه كبيره، فرحه كبيره للجميع. وشكرا بارك الله فيكم. بارك الله فيك، الله يرحم والديك. شكرا اكيد، بارك الله في كل معتمرينا وكل معنا اليوم، وان شاء الله يا رب يكون معاهم دائما في الحجه الكبيره باذن الله تعالى. حناخذ بعض اراء معتمرينا اليوم، ما زلنا معكم في التغطيه من مطار الابرق الدولي، واول رحله للعمره من داخل المنطقه الشرقيه. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام في جولتنا اليوم من داخل مطار الابرق الدولي، ورحله العمره اليوم الاولى من المنطقه الشرقيه. شباركم رقم تصلنا من الدعاء غادي، تذكروا ليبيا وبنغازي وجيشنا الوطني وشهدائنا، الله يحفظكم يا رب ان شاء الله. ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. معك علي؟ شيخ باطي. شنو حالك؟ الله يسلمك. انت معتبر اليوم معنا؟ ان شاء الله باذن الله. نتعرف على حضرتك. عبد الله اجرب. رب يتقبل منك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يبارك. اول شيء انت حديرة بعد زورتك لبيت الله. والله شيء مشيئة الله، يعني الوعاد حيكون لي البلد اولا وموتانا ثانيا. رب يقبل منك يا رب ان شاء الله، ان شاء الله يا عمرتك مقبول وعقبال حجة كبيرة يا رب. ان شاء الله ان شاء الله الله يبارك. تسلم تسلم. تعال ناخذ البنية السمحة، تعال. شنو حالك؟ شو اسمك انت؟ سندس. سندس، وين ماشية انت؟ لعمرة. ما شاء الله، انت وين ماشية؟ انا ومابا. ربي يحفظك ان شاء الله. علاش انت ماشية مع العمرة؟ بتزوري بيت الله الحرام؟ أول حاجة حتديريها وانت غادي شنو؟ أول ما تحقي الكعبة؟ الدعاء. دعاء لمن؟ لجميع المسلمين. ربي يحفظك. ما تنسيناش من الدعاء، قولي ربي يحفظ ليبيا، ربي يحفظ بلادنا، ربي ينصر جيشنا. رب يحفظ عائلتنا ورب يحفظ. اكيد تحيه كده لام الشهيد وابنها الشهيد. عندك عندك عريس في الجنه، عندك عريس في الجنه بالدنيا واللي فيها. وليدك صدقيني عندي بنات، لا عندي عيال، بس نحن عويلتك. جيبي حتى جتها محقتها. انت غادي ما عندك الا الدعاء، ادعي له. وين ولدك هو؟ تعال ربي يرحمه يا رب ان شاء الله. البراني منصور دخيل ان شاء الله ربي يرحم الشهداء كلهم يا رب العالمين. امين ان شاء الله ربي يصبرك وربي يزيدك صبر من عنده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الواحد يفرح ان عنده ولد شهيد، يفرح فرحانه. بس ما عنديش غير، يعني واحد يدق علي باب ولا يحل علي ولا يجيني ولا بنت ولا عيل له هو، بس يعني لما قال من عدي عدى الله يرحمه ويسامحه. حتى جتها ما حقيتها، دفنوه الطوار غادي ودفنوه في الجيب يا غادي. اول ما خش الرطب سلم. ربي يزيد صبرك ما شاء الله عليك، يا رب يزيد عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعرفوا عليك؟ محمد فوز العريبي. العريبي، خمسة كم تقرا انت؟ ثالثة. تتابع فيها ليبيا رسمية؟ نتابع فيها ديما. شنو أحسن برنامج يعني؟ والله المناطق اللي تو متحضره احسن، هذا احسن برنامج نحضر فيه. انت بنغازي؟ من بنغازي. من الكيش. الحمد لله مش نازحين. لا. شنو تقول اليوم لجيشنا الوطني؟ نقول ان شاء الله ربي ينصرهم يعني ويخليهم يتقدموا اكثر يعني في المناطق اللي قاعدين فيها تو. يا رب ان شاء الله. انت شنو تتمنى تكون لما تكبر؟ طيار كابتن. طيار كابتن ولا كابتن طيار؟ كابتن طيار. عليش كابتن طيار؟ بحربي ولا مدني؟ لا حربي. حربي. عليش؟ عجبني ديما يديروا في العاب يعني بهلوانيه ما تعبيها فوق. لا لا شوف ديما خليك تكون كابتن طيار حربي باش تحارب على بلادك وتحمي سماء بلادك وتكون كيف هالابطال اللي قدموا ارواح من اجل ليبيا. صح؟ حاضر شكرا. صح؟ باش نقول لكل الطيارين الحربيين اللي في ليبيا ان شاء الله ربي ينصرهم ويسدد رميهم. يلا ربي يحفظك. خير يا سمحه، شو اسمك انت؟ ها؟ إليم. منو؟ إليم. سكن تقري انت؟
بتروح عندي واحد عند خمسة. عندي لي وين كيف واحد؟ كم مدينة؟ أنا أنا. وين يدك؟ عد يدك هيقول لي واحد اثنين ثلاثة. وين فوق؟ أنا فوق. شنو هذا؟ قدك ملابسة طينه؟ ها؟ حنة. حنة. طين هذا ريت يا عمو طين يا مي. مشاهدينا الكرام شفنا آراء المواطنين وشفنا فرحتهم اليوم بسفرتهم إلى الأراضي المقدسة. حناكم بعضنا فوق شوفوا الصالة الخارجية أو الصالة النهائية يستقبلوا فيها المعتمرين وإجراءات الجوازات إجراءات نهائية للسفر بإذن الله تعالى. حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة وملي عيني بزيارة لطيبة لطيبة ربي تطعمنا زيارة لطيبة لطيبة وملي عيني بزيارة لطيبة لطيبة طيبة اشتقنا. طبعا وصلنا للصالة أو هي الصالة ممكن النهائية أكيد مع معتمرين ومعتمراتنا اللي شرب يوصلهم طيبين يا رب بإذن الله تعالى. وحنشوفوا كيف طبيعة عمل الشباب في التفتيش طبيعة عملهم مع الجوازات والجمارك. طبعا كيف انتم شايفين مشاهدينا الكرام بان الشباب ما شاء الله عليهم قاعدين قايمين على شغلهم. هذه المرحله ممكن تعتبر من المراحل في الاجراءات الامنيه للمسافرين ومن ثم ختم الجوازات من شباب الجمارك والجوازات النهائيه. وبعدها قاعدين المعتمرين كلهم جامزين في الصالة في انتظار ساعة النزول من الصالة إلى السحخي. طبعا الجو سقع جدا 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 حتى كل ما عرفنا نحكي درجة الحرارة مش عارف كم يعني خطرنا في كم درجة حرارة اليوم لكن أكيد كله من أجل إيصال صورة مواطنين ليبيا بأرى ما يكون. هذا واجبنا مع طاقم ليبيا الرسمية. مكنون الكبار الحرم عزمت عالروحة الولا غير السماحة بروحة النفس مجروحة يتبيت الله بالراحة ما حسب في الناس مربوحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم محمد بودبوس ومنسق العلاقات العامة في الخطوط الليبية. أولا نشكر مصلحة الطيران المدني على ما بذل مجهودات عظيمة وأعضاء طاقم الطائرة والضيافة وشركة المناورة الأرضية من شباب الحقائب والتشيكن وكرة السعود وكل الشباب صراحة برغم قلة الإمكانيات اللي عندنا ولكن الحمد لله نحن قاعدين مصرين على الجوية الليبية موجودة قلبا وقالبا كيف معنا. كيف أكيد الحمد لله الحمد لله وقاعدين إن شاء الله إن شاء الله برغم قلة الإمكانيات كل شيء لكن بإذن الله يعني بشبابها وبالموظفين اللي عندها الحمد لله إن شاء الله دائما الأفضل بإذن الله. الحمد لله بإذن الله صحة موفقين إن شاء الله. الله إن شاء الله الله يبارك فيك. شكرا. أكيد معنا ما زلنا متواصلين مصطفى أبو خيط. طلع معي كان معنا زميلنا مصطفى أبو خيط من قسم العمليات. مصطفى اهلا وسهلا بك. مرحبتين اهلا وسهلا بك الله يسلمك. بدايه مبارك علينا كلنا وعلى اول رحله للمنطقه الشرقيه للعمره اللي هسه. اكيد اكيد مبارك علينا كلنا وعلى ليبيا كلنا. وطبعا يا حميد اعرف اكيد اقرا لك كلهم قبل الخطوط الليبيه اسم يعني اسم واسم ما هو سهل وتنقل في جميع الاصناف جرحى مواطنين سفر علاج حجاج وباقيين ان شاء الله باذن الله وما عندناش مشكله في هالحاجه باذن الله ان شاء الله. يعطيك الصحه يا مصر وما يغيبك ان شاء الله. سلمك يا حميده ان شاء الله كلنا في سبيل الشركه في سبيل ليبيا وان شاء الله الامور احسن ان شاء الله. شكرا يا حميده شكرا بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام حاليا قاعدين قدام طيارة خطوط جوية ليبية، الطيارة اللي ماشية باذن الله تعالى إلى الأراضي المقدسة في أول رحلة من رحلات العمر لهالموسم المنطقة الشرقية، مع بعضنا حنمشوا شوفوا طيارتنا فوق وشوفوا الاستعدادات الشباب اللي دايرينها مع أجواء البرد القارصة داخل مطار الأبراج العالمي. تحية
دولي ان شاء الله يا رب. تحيه لكل شبابنا اللي معنا في الدنيا. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله. كبرتنا اليوم معنا طبعا مشاهدي كرامتنا حاليا قاعدين داخل كابينة الطيارة وجو سقع. كابتن أهلا وسهلا بك. مرحبا مساء السلام سلام بعطيت فرج المني كابتن فرج المني. رحنا اليوم كأول رحلة منطقة شرقية لسفر إلى أراضي مقدسة. طبعا شعوركم اكيد ما واضح، بس كلمه تقولها اليوم لكل من شايفين عبر ليبيا الرسمية. والله طبعا نشكركم احنا على الزياره هذه، وانما انت من الخطوط الليبيه غنيه على التعريف، وهذه رحله يعني من ضمن رحلات الخطوط الليبيه للسعوديه، وان شاء الله تكون فتحه خير، وان شاء الله البلاد تكون في احسن ما يرام، وهذا نتمنى يعني نتمنى الطيران يستمر، ونتمنى نقدم خدمات كويسه للزبائن الخطوط الليبيه. والخطوط الليبية غنية عن التعريف يعني. هي حامل شعار الدولة. طبعا هي الفلاك كارير هذه الخطوط الليبية الشعب الليبي كله يحبها، وهي المفروض هي تكون الخطوط الوحيدة اللي في ليبيا، لكن إن شاء الله ما الأيام إن شاء الله تصلح لأحسن الأحسن إن شاء الله. قدم مقدمات. كابتن السلام عليكم. مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك. كابتن فرج عبد الغفار. الله يبارك معك كابتن. السلام عليكم. كلمة تقول لنا اليوم بمناسبة هالرحلة المباركة. والله ما نزلتش على كلام زميلي فرج عمامي، وان شاء الله تكون بدات خير، وحتكون في رحلات قادمه ان شاء الله. كل اسبوعين حنقوم برحله ان شاء الله لخدمه المعتمرين الاراضي السعوديه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ربي يساعدنا ان شاء الله. رحلتكم موفقه وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا سيدي، شكرا فرصه سعيده. بارك الله فيكم. حنجول بكم مشاهدينا كان داخل طائرتنا، طائره الخطوط الجويه الليبيه حامله شعار الدوله ومتجهه باذن الله تعالى الى الاراضي المقدسه. طبعا كما شاهدنا مشاهدينا الكرام بان شركه الخطوط الجويه الليبيه هي الشركه الام وهي حامله شعار الدوله، واليوم متجهه بنا باذن الله تعالى الى الاراضي المقدسه واحد زميلتنا معنا اليوم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله. شو تقولي اليوم لقناتنا كاول رحله منطقه شرقيه الى الاراضي المقدسه في هالفتره المباركه؟ بارك الله فيهم على مجهوداتهم، وليبيا الرسميه ديما معانا مرافقتنا في رحلاتنا، وان شاء الله ربي يوفقنا نوصلوا بامان ونشيلوا حجاجنا بامان ويروحوا لبلادنا بامان، وربي يفرج على ليبيا ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا. اكيد مشاهدينا الكرام مضيفاتنا جويات حمام السلام مع الخطوط الجويه الليبيه دائما بابتسامتهن الرائعه وبطيبه قلبهن والخدمات اللي تقدم فيها للمسافر. نتعرف على حضرتك. مبروك الفارسي. اختي مبروك حضرتك، ربي يعطيك الصحه على كلمه تقدم فيه للمسافرين، وكلمه في حق شركتنا اليوم ورحلتنا الى الاراضي المقدسه. والله ان شاء الله ربي يوفق البلاد بالدرجه الاولى، والشركه تدير اللي عليها، ان شاء الله ربي يوفق كابتن خالد، وان شاء الله تنحل الازمه وربي ينصر الجيش والشرطه والامن والامان، وربي يوفقكم حتى انتم، ربي يحفظكم جميعا. يعطيك الصحة توصلي بالسلامة إن شاء الله. شكرا. أكيد تحية لجميع الطاقم معنا اليوم سواء مضيفين مضيفات كباتنا وكل طاقم ليبيا الرسمية وطاقم الخطوط الجوية الليبية، أكيد الرسمية والخطوط الجوية الليبية وجهتها لعملة واحدة، نحن نوصلكم صورتنا صورة بلادنا كما تكون، والخطوط الجوية الليبية حامل شعار الدولة توصل في كل مسافرينا إلى كل مكان هم في رحلهم. اليوم كأول رحلة تعتبر في المنطقة الشرقية لزيارة بيت الله الحرام، إن شاء الله بيكون معكم دائما قبل الحدث من مطار الأبرق إلى مطار السعودية. قلنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا اليوم من داخل مطار الأبرق الدولي. الخطوط الجوية الليبية حامل شعار الدولة اليوم حتطلع بينا أو حتطلع بعد قليل بمعتمرينا إلى الأراضي المقدسة، وهذه أول رحلة من المنطقة الشرقية لمعتمرين ليبيا الحبيبة. أحبتي إخوتي أخواتي، رب يدوم عز بلادنا، رب يدوم عز شركتنا، رب يدوم يا ربي كل واحد يحب يقدم الخير للمواطن داخل ليبيا.
وصلنا معاكم لختامنا، ربي ان شاء الله يوصلهم ربي طيبين سالمين غانمين يوصلوا الى الارض المقدسه وتكون دعوتهم الموحده. ربي يحفظ ليبيا، يحفظ بنغازي من شرقها ومن غربها. تحيات جمال الفارسي، احمد العبيدي، عبد الله شمية، اخوك محمد شركس من قلب مطار الابرق مع مع السقع الشديد جدا. ربي يحفظكم، انتم في رعايه الله. السلام عليكم. دانا يتسامى فابتسمت برؤاك فتاة وامتلأت بنداك سلامة عابقة يا مكة.